في قصة الدكتور أسامة شبوكشي بإمكاننا أن نرى تجسيد لمفهوم مهم جدا في حياتنا، وهو ما بعد الشدة والضيق إلا الفرج. في كل مرحلة من حياته مر بشدائد واجهها بقوته الداخلية وتصميمه على الوصول، فتحول الصبار إلى تين والحنظل إلى شهد بتوفيق الله. وصل لعمادة كلية الطب، فعادت الحياة لتختبره من جديد، وفي كل مرة كان يواجهها بالصبر لتأتي النتيجة درجة أعلى نحو القمة. ومن عد النمل في عيادة خاصة جراء الفراغ إلى وكيل جامعة الملك عبد العزيز. من قصة الدكتور أسامة يمكن تعلم الكثير، لكن ما لا يمكن أن نتجاوزه أن قيمة الإنسان العملية والمهنية قيمة تراكمية للنجاح، تبنى بالسمعة اللامعة لتجعلك في أول قائمة المرشحين حتى إن اختفيت عن المشهد لفترة من الزمن.